السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم هو فيديو عن مدينة إيطالية، مدينة تاريخية وسياحية من درجة الأولى، فهي عاصمة مقاطعة بيزارو أوربينو. فمنذ عام 1998 أصبحت هذه المدينة القديمة من مواقع التراث العالمي اليونسكو. نتفرجوا كامل إن شاء الله ويكون خير، يعجبكم الفيديو إن شاء الله، فرجة ممتعة. وما تنسوش أنكم تدعمونا بجيم والشراك مع الأصدقاء، فرجة ممتعة. Thank you.
وعذرتين وذم وعذرتين وثالوكات
عريم التقاور زيت غسر وسنجا وواواش غسر وسنجاش أيو جينو غسر وسنجاش غدوان الكام بعد الغينو عتاية بعد الغينو تالبات عريم التقاور زيت غسر وسنجاش تواف وشتامي جنون عرين الطواون ذيب غزر وذنجا وواواش غزر وذنجا أيو جنون غزر وذنجا ودوان الكام عدر غينو عتايق عدر غينو تالبات عرين الطواون ذيب غزر وذنجا تواف وشتامي جنون حرم الطواون غزر وذنجا وواواش غزر وذنجا أيو جنون غزر وذنجا ودوان الكام عدر غينو عتايق عدر غينو تالبات هاد المدينة اللي كتم تأسيس ديالها في بداية القرن 13 وإعادة تأسيسها إداريا في القرن 19. هاد المدينة تتموقع على قمة جبلية اللي خلاها تكون عندها منظر جميل
Thank you.
شكرا على انكم شفتوا هذا الفيديو كامل، وما تنسوناش بانكم تدعمونا بجيم والاشتراك مع الاصدقاء. السلام عليكم ورحمه الله.